في الحديدة وسواها من مناطق تهامة يقبض الحر الشديد على الأنفاس، يذوي المرضى والأمهات ويموتون اختناقا. يقامر الفقراء الأغلبية العيش تحت وطأة جهنم بلا كهرباء. هذا هو حال المواطنين في المدينة المكتئبة منذ عام وأكثر. ضاعف من ذلك صيف ساخن، ما زال السكان غير متأكدين من إمكانية حصولهم على الكهرباء للتبريد أو حتى للإنارة. موازنة منعدمة وتذهب لصالح المجهود الحربي. محطات توليد قديمة بحاجة إلى صيانة، وخطوط غاز ومشتقات تباع في السوق السوداء. هكذا حين تغيب الدولة وتحضر الميليشيا بكل صلافها، فيما يختفي ضوء المدينة وينكفئ الناس على أوجاعهم ومعاناتهم في ظل سلطة حرب لا تعبأ لهم. يقول مختصون في القطاع الصحي إن استمرار هذا الوضع ينذر بوقوع كارثة تتسبب في تردي الأوضاع الصحية لآلاف المرضى وتعريض حياتهم للموت. لكن وزارة الكهرباء والطاقة لا ترى في ظروف الحرب إمكانية لحل المشكلة، فهي تؤكد أن أي حلول سريعة لن تكون دائمة وليس بوسعها توفير الطاقة المطلوبة. فحل هذه المشكلة يتطلب إمكانيات مادية كبيرة وقدرات فنية عالية، بالإضافة إلى وقت طويل، وهذه متطلبات يستحيل توفيرها في زمن الحرب. الشاهد أن الحديدة تكابد ثمن الانقلاب والحرب والحصار، حيث يستمر أهاليها في مقاومة ضناك العيش مقابل نسيان تام لحالهم وتجاهل رسمي لمعاناتهم جراء الأوبئة والميليشيا وحرارة الصيف والسوق السوداء. فصار أقصى ما يحلم أن تضاء لهم ولو شمعة في طريق الخلاص.